صباح الخير وصباح الصحة والسلامة على كل أوفياء الإدعاء القريبة منكم ميت غاديو، إن شاء الله الصحة والسلامة اللي كانت منها دائما للجميع. مرافقكم عفاف ماجد وراء الميكروفون، صابر فوندا معايا في الإخراج، وسامح الشوبي كيف العادة مشكورة غدا تكون في استقبال مكالماتكم. أما ضيفنا في حلقات يوم الخميس فهو الدكتور مصطفى الودغيري، طبيب أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة. صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا دكتور الودغيري. صباح الخير أستاذ عفاف، أهلا وسهلا، تحية طيبة لك جميع المستمعين والمستمعات من الراديو. شكرا جزيلا، وليك سلام حار من طبيب أيضا ولكن هو التخصص دياله داء السكري وأمراض الغدد، فهو الدكتور شامي. صراحة كان لقاء لنا قريبا جدا مدينة الدار البيضاء، غدا تعرف التظاهرة ديال المعرض الدولي الطبي اللي غدا تشارك فيه الكثير من الفعاليات، فهي تظاهرة كانت منا وإن شاء الله على أنه دائما تجيب الجديد. علاش دكتور ودغيري؟ الكثير من المرضى كيتسناو هاد الفرصة وهاد اللقاء اللي كيكون ما بين الأطباء. علاش؟ ربما كاين ناس اللي مازال لحد الآن في ديك الدوامة مع الأطباء والتشخيص ديال المرض ديالو مازال ما توصلوش ليه. كاين مرضى اللي كيتسناو الجديد في علاج مثلا، ربما لحد الآن العلاجات اللي هي متوفرة كيف ما كنقولوا غير كتهمد، ولكن ماشي هي العلاج ولا الحل النهائي. الكثير من المرضى ربما كيتسناو هاد اللقاءات اللي كتكون ما بين المختصين لأنها مهمة جدا. كنشكرك وقال هو من الأوفياء ديال البرنامج وتحديدا الحلقات اللي كتكون معاك لأنه هو كطبيب حتى هو كيستافد. شكرا جزيلا لكل الناس والمهنيين ديال القطاع لانه حتى الملاحظات ديالهم لما كتكون راه كتهمنا بزاف بزاف، وكنقولوا انه الباب مفتوح لكل الملاحظات ديالكم بصدر رحب كنتلقاوها، وبالعكس هذا الشيء راه كيزيدنا جد واجتهاد. ايضا اليوم معك الدكتور مصطفى الودغيري غادي نتكلموا على التقرحات الجلديه. غادي نتكلموا عليها شنو هي، شكون هما اكثر الاشخاص اللي كيكونوا معرضين للتقرحات الجلديه، وعلاش. غنتكلموا ايضا ربما على بعض الممارسات اللي كتوقع لما الانسان كيتعرض لهاد التقرحات الجلديه. غنعرفوا الانسان الا تعطر وما كانش التشخيص اشنو المضاعفات اللي كتقدر توقع، وربما غادي نتكلموا ايضا على العلاجات اللي هي متوفره لحد الان فيما يخص المشكل ديال التقرحات الجلديه. باب التواصل كيف العاده مع المستمعين الكرام غادي يكون مفتوح من خلال الارقام اللي هي دائما ثابته ما كتغيرش، واكيد راهن اشارتكم 05 22 46 72 50 51 او 52، كذلك 05 22 88 00 60 61 أو 62. في البداية دكتور مصطفى الوطيري، التقرحات الجلدية كمشكل صحي واش كنصنفوه كمرض أو لا فقط هو مجرد عرض؟ نعم أستاذ عفاف، هذا محق الموضوع مهم جدا لان سبقنا لكم نتكلم عليه هذه السنوات. نعم اليوم غنمشيو لجانب اخر ومعلومات اخرى. نعم. نعم فعلا، لان هذا مشكل كنعيشوه يوميا تقريبا. الاخصائيين في مجموعه ديال الاخصائيين كيعيشوا هذا المشكل، سواء الاخصائيين ديال الامراض المسنين او اخصائيين امراض الجلد او الجراحه. هذا مشكل كنلاحظوا بشكل كثير، ومع الاسف ملي كيبان هذا المشكل كيولي علامه ديال الخطر. يعني نعم. واحد الشخص كيكون في واحد الحاله معينه الواحد مرض معين يمكننا نتغلبوا عليه على حسب صعوبة المرض وخطورة المرض، ولكن ملي كيبان هذا المشكل ديال التقرحات الجلدية كيولي عندنا نضاعفوا المجهود ديالنا ونخدموا كفريق طبي ومجموعة ديال المسائل لا من ناحية الوقاية لا من ناحية العلاج لا من ناحية المواكبة ديال المحيط العائلي، لأن حتى هو كيدخل لأن كيكون ما يبقاش يقدر يعني شي حد يقدر يتكلف بالمشكل يعني من الأطر الصحية. نعم. فكتكون مواكبه وتكوين ديال 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 المحيط العائلي باش يقدر يتكلف. فهذا مشكل ونقول خطير ملي كيبان علامه ديال 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 الهشاشه عند الشخص انه سين دو فراجيليتي، فكندخلوا في اقرب وقت اقرب وقت اللي غنتكلموا على المراحل ديال المرض فعلا ديال هاد العلامه. ففعلا خصنا نردوا بالنا في البدايه باش نحاولوا ندخلوا في اقرب وقت نعطيو علاج مناسب في اقرب وقت. فالسؤال هو 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 حاله هو عرض كيبان يعني ماشي مرض هو عرض كيبان كيولي كيصاحب واحد الشخص اللي كيف قلنا كيف كيمر واحد المرحله خطيره، مرحله ديال فقدان الاستقلاليه. الفئه الاكثر عرضه فعلا هما الاشخاص المسنين، اكثر من 80% اشخاص مسنين، لكن نقدروا في بعض الحالات نشوفوا حتى عند شبان او ناس يعني صغار باقي صغار في حاله ديال ملي كيكون مشكل على مستوى النخاع الشوكي او يكون لا قدر الله وقع مشكل على فقرات العنق ديال الفراكتور سيرفيكال، فهنا كيكون الانسان كيقدر يتصاب بواحد بالشلل يعني تيترابليجي او بارابليجي، وهنا كيكون الانسان ما كيبقاش يتحرك او كيكون مشكل
مشكل انه جلطه دماغيه انسان نعم. فقد الاستقلاليه ديالو ما كيبقاش يدير الاستحقاق. هنا كنلاحظوا انه حيت الجلطه الدماغيه في اغلب الاحيان كتصيب المسلمين، ولكن بعض الامراض بعض الامراض خصوصا بعض الامراض المناعه الذاتيه كيكون التهابات على مستوى الشرايين، وكيقدر الانسان يتوقع له جلطه دماغيه ويقدم المضاعفات ديال فقدان الاستقلاليه والشخص كيبقى طريح الفراش ايام. فهنا كيبداو يبانوا هاد المشاكل اللي هي في الغالب الناس فايتهم سمعوا بها ولا شافوا هذا المشكل. والحاله اخت عفاف انه ملي كنشوفوا هاد التقوحات الجلديه او ديسكار الفرنسية ملي كنشوفوا يعني كلشي كيتخوف، لان لا شكلا ولا الرائحه ولا المضمون، فكتلقى الناس كلشي كيتخوف كيتخوف منها. نعم. كل ما دخلنا فواحد الصفه مبكره كل ما كتكون النتائج افضل. نعم، وربما اليوم التوعيه ديالنا ما غتكونش فقط غير المريض معك دكتور مصطفى الودغير، وانما حتى المحيط ديالو كيف ما قلتي، ربما حتى الناس بعد مرات المحيط كيتخوف. نعم. فتخيل انه ديك نظره الخوف الى المريض شافها في عينك، اشنو الواقع اللي غادي يكون يعني من بعد هذه المساله هذه. غنتكلموا ايضا على الناس اللي كيكونوا مسؤولين كيف ما قلتي، ناس اللي فقدوا الاستقلاليه ديالهم، وغالبا كيكونوا اشخاص مسنين، فاذا كيكونوا ناس اخرين اللي هما دائما معاهم وكيعتنيوا بهم، فغياخذوا معنا اليوم مجموعه ديال النصائح. دكتور ودغيري، التقرحات الجلديه واش كتمر من مراحل؟ يعني واش فيها المرحله الاولى والثانيه وغدا وكتطور؟ اول مره لما كتبان كيف كتكون؟ الاماكن قبل ما نتكلم على المراحل اللي سمعتي اخفاف، الاماكن اللي هي اكثر عرضه لهذا المشكل هما الاماكن اللي اي مكان اللي فيه واحد الضغط بين الجلد وبين الفراش او الارض. حتى الناس اللي كيبقاو جالسين واحد المده طويله هما جالسين في الكرسي المتحرك او كيبقاو داك الاقدام ديالهم لي طالون ديالهم في الضغط في الارض، هنا كذلك يقدر يوقع مشكل. او كيبقاو في واحد لا بوزيسيون، يعني واحد الشكل معين ما كيتحركوش فيه، هنا كيوليو يتصابوا بعض الاماكن اللي هي اكثر عرضه، خصوصا عندنا مكان ديال الحوض مكان كذلك ديال القدمين، هادو الاكثر عرضه. الورك كذلك في الورك كذلك على اليمين وعلى الشمال. وبعض الاحيان حتى جيت الراس. او بعض المرات حتى على المستوى المرافق كذلك. فهادو الاماكن، لكن في اي مكان بقى فيه الضغط، قلنا بين ان الجلد كيبقى حبيس او عليه ضغط. نعم. ما كيبقاش الدوره الدميه كتدور بسهوله، ما كيبقاش يتهوى، تكون تهويه خاصه بالجلد، فبالتالي كيولي كيوقع لنا هاد المشكل ديال التقرحات اللي كيف ما شرحتي فعلا كيدوز على طريق مراحل. فالمرحله الاولى، وانا حدث معي بعض الصور لانها مهمه. نعم. مع الاسف يمكن ندير حلقه او ان شاء الله من بعد نصورها ونوضعها ان شاء الله، لان مهم ملي كنتكلموا على المراحل خصنا نشوفوا الشكل يعني شنو كيكون بالضبط. فالمرحله الاولى كتكون احمرار فقط، كيكون احمرار على مستوى اما القدم او على مستوى كما قلنا الوك او على اماكن اخرى، احمرار فقط. هذه صوره على مستوى القدم، يعني الانسان كيبان بحال هو مثلا القدم ديالو بحال مضغوطه غيخرج منها الدم. تماما، الاحمرار فهذه كيبان، هذا الاحمرار هذا هو يعني خصنا ندخلو من الافضل ملي كنشوف الشخص فقد الاستقلاليه ديالو، خصنا ندخلو قبل ما يبان هذا المشكل هذا. ملي كيبان هذه المرحله الاولى، يعني هنا باقي يعني ندير واحد مجموعه ديال الامور اللي جالوا ان المرض او المرحله ما تزيدش تفاقم. ايوه. هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه هي ملي كيولي بحال الشكل على طريق حروق. بحال يعني كتبان واحد انفليكتان ولا بحال واحد الحرقه. أيه. كتبان بحال مثلا كلوك، يعني اما على مستوى القدمين او على مستوى كيف ما قلنا، او هي طبقه كتكون طبقه واحد الجلد رقيق جدا. وهذاك الجلد اللي هو رقيق كيبان وكاين الماء، كيكون الماء لتحت. نعم. غير باش بحال الانسان محروق. تماما بحال الانسان محروق. هنا خصنا نردوا بالنا لان بعض الحركات او بعض الامور اللي كنديروا ماشي في الصالح. طيب غنتكلموا عليها فباش نتكلموا ان بعض الناس كيحاولوا يحيدوا ذاك الجلده هذيك ويخليو ولا كيتكوها، ولا كيقول لك باش غنخرج ذاك الماء. فهنا غنتكلموا من ناحيه العلاج، فهذه مساله خصنا نردوا بالنا ذاك الجلد اللي الفوق ذاك لابول، فخصنا نحافظوا عليها. يمكن نخرجوا الماء بواحد الطريقه اللي هي يعني صحيه، كنمكن نجبدوا الماء معقمه بان شاء الله، بالافضل يكون يعني اطار صحي اللي يقدر يكون بهذه المساله. لكن باش نجيو نحيدوها، هنا كنعريو ذاك الجلد اللي باقي ما واجدش، ويقدر يوقع لنا مشكل من بعد، يقدر الامور تفاقم اكثر. نعم. المرحله الثانيه، المرحله الثالثه
كتكون كيبان الجلد كيولي اسود، اللون ديالو كيتغير اللون. لي سيت اون نيكروز، لا بيس اون نيكروز، يعني الجلد كيولي كحل كيكحل كيكحل تماما، بحال يعني بحال الفخر، بحال الانسان ضاغط على الفخر. أيه تماما، كيولي كيكحل. هنا زعما كنقولوا جميع المناطق حيت القدم كتمر من هذه المراحل، كيبان لك الجلد كله مقشر. تماما، فهنا كحل. والمشكل انه هذيك كنقولوا ان المرحله الثالثه، وهذه المرحله اللي هي خطيره، وخاصنا في اقرب وقت ندخلوا، لان علاش ما كيبقاش الدوره الدمويه في ذاك المكان، فكيكون الخلايا كيكونوا كلهم تاثروا، سيت اون نيكروز، وفاة ديال الخلايا، وبالتالي كيولي الامور كتدهور بسرعه، وكيقدر يوصل انه هذا المشكل يوصل حتى للعظم والعضلات اللي تحت والروابط اللي تحت. فهذه الحاله الرابعه، يعني عندي صوره، فكتشوف انه الحاله انه كتولي جد متقدمه، مشوهة تماما، لا من ناحيه الشكل ولا من ناحيه الرائحه ولا من ناحيه كتعطي قيح، كتعطي يعني القيح ملي كيكون في هذه المضاعفات ديال التقوحات الجلديه. نعم، كتعفن كتعفن، نعم. لكن في الاول داك الشيء غنتكلموا على العلاج، يعني ما كنعطوش لي زونتيبيوتيك. اييه، ما كنعطوش لي زونتيبيوتيك، لان بعض الاخطاء انه غير كيبان المشكل ديال الاسكار كنبداو نديرو لي زونتيبيوتيك، او كاين بعض لي زونتيبيوتيك كيتخذوا على شكل حقام كنبداو نديروهم في ذاك المكان. أيه، هذا خطا ما خصوش يكون. لونتيبيوتيك كنديرو ملي كنعرفوا ان كاين التعفن وكاين القيح، وخدينا ذاك القيح وصيفطناه للمختبر وعرفنا النوعيه ديال الميكروب، بالتالي كنقدروا نعطيو دي زونتيبيوتيك. اما نجيو نعطيو لونتيبيوتيك كومسا، لا ما كتعطاش، لان هو دي نيكروز سيلولات، يعني الجلد اللي مع الاسف ما بقاوش وصلوا الدم، واتلاف ديال ذاك المكان، ذاك الخلايا كلهم وقعوا لهم مشكل، وبالتالي كيولي الامور كتظهر بسرعه، كيولي تعفن من بعد، كيقولي نوصل للمرحله الرابعه انه كيوصل المشكل حتى للعظم، فكنوليو نشوفوا بعض حالات العظم بعيدا عن المجرده كيتبان العظم. ومشكور على كل هالتوضيحات دكتور مصطفى الوتغيري، مازال غادي نرجع لعندك، وغادي نتكلموا كيف ما شرت في البدايه ديال الحلقه على بعض الممارسات اللي كتكون. نعم، تكلمتي على ناس مثلا اللي كيحاولوا انهم يحيدوا ديك الجلده اللي كتكون، الناس مثلا اللي كيحاولوا يتكوا هذاك المكان باش يخرجوا هذاك الماء، وغنمشيو الابعد من ذلك، الناس اللي كيستعملوا بعض الاعشاب او لا ظنا منهم على انه هي مجرد مثلا تشققات او لا ذاك مكان تفلح، فغنعمل له الحنه غادي تجمع، ربما نخلط معاه الداد، ربما ندير بعض هذه الممارسات اللي قلت غادي نتكلموا عليها. نمشيو نستقبلوا المكالمات ديال المستمعين الكرام، ونستقبلوا معنا في اول مكالمه، للاسف كان معنا عبد القادر من اليوسفيه ونقطع معاه الاتصال، وربما كانت معنا حتى مليكه. طيب نتمنى ان شاء الله يحالفكم الحظ مره اخرى وترجعوا تواصلوا معنا، ارقامنا دائما 05 22 46 72 50 51 او 52، او 05 22 88 00 60 61 او 62. نرجعوا للمساله ديال الممارسات الدكتور مصطفى الوتغيري، الخلطات او بعض الاشياء اللي كيعملوها الكثير من الناس. نعم، منها كيف ما قلنا مواد اللي تستعمل، منها مثلا بعض الاشياء الخاطئه، يعني انسان ماشي بطريقه معقمه او اللي كيحاول ان يستعمل مقص ويستعمل مثلا واحد الابره ويتك به هذاك المكان، شنو الخطوره اللي ممكن توقع؟ الخطوره هي يعني واضحه انه كيقدر مشكل ديال التعفن، كنكونوا في مشكل يمكننا نديروا فيه مجموعه ديال نديروا الادويه ونديروا دي بونسمون، وكنديروا نتكلموا على طرق العلاج. لكن كنكونوا في مشكل كنوليو في مشكل اخر، مشكل اصعب، يعني كيوقع مشكل ديال التعفن، التعفن كيقدر يبقى منحصر في مكان ديال التقوحات الجلديه اللي في واحد المكان معين، لكن كيقدر يمشي في اماكن اخرى، وقدر يكون على مستوى الجلد واللي على يمشي على مستوى الدم، يعني كيكون انطلاقه من الجلد وكيمشي في الدم وكيولي تعفن في على مستوى الدم، كيولي سيبتيسيمي، يعني كيولي تعفن في الدات كامله، وكيولي انسان يعني يدي الى يعني الوفاه، او يعني حاله خطيره جدا. نعم، كيوقع له بحال شكل ديال تسمم مثلا، تسمم، نعم، كتكون انفيكسيون جينيراليزي، يعني دائما كتكون عند، خصوصا عند الناس اللي الجهاز المناعي ضعيف عندهم. أيه، حيت غنتكلموا على الاسباب عند المسنين. الاسباب الرئيسيه انه كتلقى اما امراض مزمنه هي خطيره، او كتلقى سوء التغذيه من الاسباب الرئيسيه، ما كيبقاوش عنده المقويات فكيولي ما كيتحركش، فكيولي التقوحات الجلديه يبانوا بسرعه. فهاد الناس هادو اللي اصلا الجهاز المناعي ضعيف، اللي عطينا واحد الميكرو ما يقدروش يقاوموا. أيه، وبالتالي هاد الطرق اللي تكلمتي عليها، اما غنديروا واحد اعشاب، او نديروا واحد الخليط من نوع معين، او نحاولوا الحنه من اكثر الاشياء اللي هي معروفه كيستعملوها الكثير من الناس في هذه الحاله، وهذا خطا. هذا خطا، ما خصناش نديروا الحنه نهائيا. نعم، لان الحنه اولا ما عرفناش الطريقه ديال التعقيم ديالها. أيه، وما عرفناهاش اصلا واش هي طبيعيه ولا مصنعه. تماما، ولا مصنعه، يعني مضاف لها مواد كيماويه، وكنعرفوا الخطوره ديال المواد الكيميائيه على مستوى الجلد. وكذلك انه كتلقى اللون ديال
ديال داك لابلي او داك الجهد كيتبدل، لان كنعرفوا اللون ديال الحنفه اللون غادي لواحد اللي هو غادي الاحمرار او الاورانج، كيولي حتى الطبيب ما عارفش واش من مرحله وصل ليها. هنا كنتكلم حتى بعض الاساليب اللي كيستعملوها بعض الحالات لا العائله ولا حتى الممرضين، كيديروا داك واحد الماده الدواء الحمر معروف باليوزين. هذا هذه الطريقه كنا كنستعملوها هذه 20 ولا 30 سنه، يعني الطريقه ولات متجاوزه نهائيا، ما بقيناش نهائيا نستعملوها هذه منذ سنوات، لان كاين عندنا طرق اخرى واحسن. علاش؟ داك اليوزين او داك الدواء الحمر اولا كينشف، نعم، والجلد محتاج في هذه المرحله انه العكس، خصنا نسقيوه، خصو يكون فيه الماء، خصو باش يكون ناشف باش ينشفوه. هذه المساله الثانيه. المساله الثانيه داك اليوزين اللي هو حمر كيصبغ داك المنطقه كتولي حمراء، ما كنعرفوش داك الجروح كي داير الشكل ديالها، وما كنعرفوش الداخل واش نقي ولا لا، المحيط كي داير. فبحال قبتي واحد الحيط اللي فيه واحد المشكل ديفو وصبغتيه بالحمر ولا صبغتيه بالحمر ما كيبقاش يبان. فهذا يعني من هذه النصائح انه من ضمن العلاج خصنا نتفاداو شي مساله شي امور اللي غادي العكس غادي تخلق لنا مشاكل من ناحيه العلاج من بعد. واخا نتواصل مع المستمعين الكرام ونمشيو ناخذوا معنا في مكالمه حبيبه على الخط من خنيفره. مرحبا بك حبيبه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله لله حبيبه. السلام عليكم. فنشكركم على البرنامج والمعلومات اللي كتعطيونا، الله يحفظكم بخير. يا رب امين. مرحبا. عندي تقريبا نصف الاعراض هذه اللي عطى الطبيب دابا على هذا القدام. أيه؟ ولكن انا مزادله ليا شويه على القدم، تقريبا جاتني الوسط ديال الرجل ومؤخرا شفتها كترجع ليا القدم. نعم. واش عندك جرح؟ عندك شي جرح في القدم ديالك؟ كيتنبلوا ليا. كيتنبلوا؟ كيتنبلوا من بعد ذاك الماء كيبقى يحرقني بزاف. رجليا كيما كيبدا غادي ديال شي بخوش. وكناخذ الكيردون. اييه. كنلفسهم. كدو شي يومين ولا ثلاث ايام كيعودوا دايرين لي الطبقات ديال الجلدات. نعم، بحال كتغلاض هذيك الجلده كتغلاض. كدير طبقه فوق طبقه. أيه. واخا كطلع ديك الجلده الاولى كتحيد عاوتاني تطلع الاخرى وتحيد نفس المشكل حتى كيبان لي اللحم حي. نعم. ما كنقدرش نحط رجلي للارض. نعم، انت يعني كتحرك ماشي كتمشى كتحرك عادي. كنتمشى ولكن فاش كنكون مريضه بهم بالاكثريه في الصيف وهما فاش كيخرجوا لي بزاف. كتبقى جالسه بزاف ما كتحركش بزاف. كنتحرك كنجلس. نعم، شحال في العمر ديالك لاله حبيبه؟ شحال في عمرك؟ 42 سنه. وكتعاني من شي مرض؟ كتعاني من شي مرض كتعالجي عليه؟ لا كنعاني حتى من شي مرض. كتعملي التحاليل مره بحال داء السكري مثلا؟ درتي تحليله؟ ملي تعطاهم لي الطبيب على الرجل. اييه. عطاني على حسب الفطريات. واخا. مشيت درتهم، خرج لي دوك الكينات اللي كتشرب حبه في السيمانه. اييه. كملتهم رجعت لعندو قال لي صافي. المهم دازت شي مده عاوتاني قليله وبداو كيبانو، ودابا مؤخرا هذه تقريبا شي شهرين وليت ما كنقدرش نوقف بزاف، وفاش كنجلس ما كنقدرش نتحرك بهم، نحط رجلي نيت للارض ونوقف. اييه. نعم، واخا لاله حبيبه ان شاء الله نجاوبوا على سؤالك. الله يجازيكم بخير. العفو، شكرا لك لاله حبيبه، تواصلتي معنا من خنيفره. توقف نفس السؤال ديال حبيبه من خنيفره 45 سنه دكتور مصطفى الغيري، وشرحات الحاله ديالها، غنصنفوا هذه من التقرحات الجلديه او لا؟ لا المشكله ما عندهاش علاقه بالتقرحات الجلديه. نعم. تكلمنا ان قلنا التقرحات الجلديه كتبان عند الناس اللي فقدوا الاستقلاليه ديالهم. ما بقاوش كيتحركوا. سواء بقاو في الفراش ديالهم او الناس كيبقاو جالسين. واحد كاش واحد عند الناس المصابين بالسكري في بعض الحالات ما كيبقاوش يتحركوا بزاف، كيكون عندهم مشاكل على مستوى المشي. نعم. فكيبقاو جالسين واحد المده كيقدر ذاك الجلوس ديالهم قله الحركه كيقدر يوقع المشكل ديال التقرحات على مستوى القدمين في الغالب. نعم. لكن هذا المشكل اللي تكلمت عليه الاخت حبيبه هذا ما عندوش علاقه نهائيا بالمشكل اللي كنتكلموا عليه. أيه. كنصحها تتجه لطبيب اخصائي في امراض الجلد. أيه. باش يشوف النوعيه ديال هذا ربما مشكل عنده مشاكل يعني السبب ديالو ما نقدرش نعرفوا واش. نعم. خاص عنده علاقه بشي حساسيه او ربما شي مشكل اخر مرض مجموعه امراض الجلد كتقدر دير هاد الطبايع في هذا الشكل هكذا. نعم. انا ما شفتهاش ما نقدرش نعرف، لكن من الافضل ان نتجه عند اخصائي امراض الجلد باش يعرف السبب. واخا نمشيو باش نتكلموا على العوامل المسببه للتقرحات الجلديه دكتور. نعم، هذه اللي مهمه بزاف، لان كنقولوا انه الناس خصوصا المسنين، وفعلا المسنين هما اكثر عرضه لهذا المشكل. أيه. ولكن المسنين ملي كيمروا بواحد المرحله خطيره. شنو هي المرحله الخطيره؟ يعني كيكون اما استشفاء. عدد ديال المسنين ما كان عندهم حتى شي مشكل، ولكن ملي مشاو للمستشفى او مصحه وبقاو فيها واحد المده هما ربما مشاو على واحد المشكل معين،
ربما نعطي مثال انه وقع مشكل ديال التعفن الصدريه والجفاف فمشى للمستشفى خذا لي زانتيبيوتيك تعالج ولكن بقى واحد المده يمكن ما تحركش بالطريقه اللي خصو يتحرك فيها يعني ربما كان في العنايه المركزه او في الانعاش ويقدر يخرج هو تشافى من المشكل ديال الصدر ديالو ولكن يخرج بليزيسكار هذه كنلاحظوها بشكل كثير يعني كيبقى واحد الحاله ديال الهشاشه اللي كان فيها وتعطات العنايه ربما واحد المشكل معين وتنسى انه في هذه المرحله هذا الشخص ملي كيكون هذا المشكل هذا كيقدر يبان التقاوحات. المساله الثانيه مساله ديال سوء التغذيه ودي تكلمنا عند المسنين المشكل هو كبير وكبير وكبير بزاف يعني ملي كتكون سوء التغذيه عند المسن كنا ننتظروا جميع المشاكل لا من ناحيه التعفنات لا من ناحيه التقاوحات لا من ناحيه مشكل السقوط لان كيلقى مشكل المستوى العضلات لا سقوط مني ما كيقدرش الانسان ياخذ التوازن ديالو فمجموعه هاد المشاكل كتبان الناس ومن ضمن هاد المشاكل فعلا مشكل ديال التقاوحات الجلديه كذلك مشكل ديال الجفاف الذات ملي كتكون ناشفه كتكون الانسان يبقى واحد المده وخصنا نعرف الاخت عفاف ان ما قلناش انه هاد التقاوحات ماشي ولا بدا الانسان يبقى واحد الايام هو طارح في راسه يقدر فقط كنقولوا ابتداء من 5 سوايع نعم يعني تصور دابا الانسان حتى ملي كيكون ناعس هذا الانسان العادي الانسان العادي غنقولها لك دكتور دغري شي علاني راه غير راحت الانسان العادي شوف سبحان الله الا الانسان كان في ذاك النوم العميق وبقى على جهه وحده فعلا الوقت اللي كيفيق كيلقى فعلا الالام في ديك الجهه اللي اصحاب الكهف يعني في ضغط الكهف خوان ونقلب ذات اليمين وذات الشمال نحن. يعني ما يمكنش الانسان يبقى في واحد 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 يعني طريقه وضعيه معينه لا ما يمكنش دائما احنا خصو يتقلب في الدراسات تقول لك ملي كنكونوا ناعسين على الاقل كنتقلبوا 40 مره نعم شوف سبحان الله يعني ذاك التقلبات ربما الانسان ما يحسش بها ولكن كتوقع وكتوقع لان النوم العميق ما يحسوش بها لكن ذاك الطريقه ان الانسان يبقى في واحد الوضعيه معينه اكثر من 5 ساعات هنا كيقدر يتعرض انه يبدا يبان التقاوحات واحد وملي كيبان التقاوحات وما عطيناهمش العنايه ربما ما عطيناهمش الاهميه اللازمه كيتطور بسرعه فقلنا الشفاء في سوء التغذيه ملي كتكون تعفنات معينه كذلك ملي كيكون شي على مستوى الشرايين خصوصا الناس المصابين بالسكري السكري هو اكثر عرضه للمشكل اذا هنا دور المناعه فعلا وحتى الجلد حتى الدوره الدمويه فالناس اللي عندهم السكري عندهم مشكل على مستوى الشرايين وخصوصا مستوى الشرايين على مستوى القدمين كنعرفوا انك كتكون في الاختيار كيتسدوا كيتقاسوا فبالتالي كيوليو يقدروا في اي وقت يتعفنوا ويبانوا فيهم اما دي زيسكار اما سكون بي دي زولسير يعني زولسير تقاوحات نسبيه على مستوى القدمين او على مستوى الصبع الكبير فهنا كيقدر يوقع هذا المشكل هذا في اي وقت كذلك المشكل اللي كنتكلموا به نتكلموا عليه بشكل كثير عن الناس اللي كيفقدوا الاستقلاليه ديالهم وكيكون المشكل ديال السلس البولي اييه هذاك السلس البولي كنعرفوا ان ما كيبقاش الشخص يتحكم في البوله ديالو وكيولي ذاك البول اللي هو شكله هو اسيد كيولي يوقع كيقدر يعني يوقع هذا المشكل ديال التقاوحات في اي وقت فهذوما الاسباب الرئيسيه عند الناس اللي عندهم واحد المشكل صحي معين وخصوصا ملي كيتقدموا في السن قلنا يعني كنتكلموا دابا على التقاوحات الجهه او لي زيسكار اللي معروف خصوصا عند الناس المسنين واللي ديجا جاوا في واحد الحاله ديال واحد الهشاشه ديال الشخص اللي مع الاسف ماشي غير مشكل انه وقع فقد الثقه ولكن كتلقى مشاكل اخرى ديال الامراض معينه وكتقرب ظروف اجتماعيه وسوء التغذيه فهادشي كله واحد المجموعه ديال العوامل اللي كتجعل انه ربما العلامه كتكون بسيطه جدا ولكن كتطور بواحد السرعه خياليه وما يمكنش ما نتكلموش ايضا ربما عن الناس البالغين ولا العاديين دكتور دغيري وهي المساله ربما بعض الناس لا قدر الله وقعت مثلا حادثه سير او مثلا وقع له شي حادث وتعرض للكسر كيعمل مثلا العمليه فتره النقاهه كينصحوا الطبيب لان ربما غتكون شهر وما فوق وكيعطيه واحد الوضعيه معينه كنشوف مثلا الانسان اللي كيتهرس او كيوقع له كسر على مستوى الركبه او مثلا القدم ديالو او ربما حتى الفخذ ديالو راه كنشوفوا الرجل ديالو كيفاش كتكون هاد الناس هادو واش ممكن يتعرضوا للتقرحات الجلديه تمام هادو الناس هادو الاجف فوق ما يكون عندنا مشكل ديال الشخص انه فقد الاستقلاليه ديالو مشكل صحي اما عمليه جراحيه او لا قدر الله مشكل المستوى الدماغ والاعصاب حادثه يعني يوقع الواحد مشكل ديال الكمكش الناس عندهم بارابليجي او تيتخابليجي كاريمون يعني الانسان كيبقاش يقدر يحرك يدو او رجليه او شلل نعم شلل اما على مستوى الرجلين او على مستوى من يعني من اليدين ديالو كذلك عدد ديال الشبان مع الاسف وقعوا حوادث سيري خطيره فقدوا الاستقلاليه ديالهم فهاد الناس كاين مراكز ديال الترويج معروف كاين مركز الترويج هنا في الضابطه معروف اللي هو مركز النور
وكاين حالات كثيره عندهم هاد الناس اللي هما باقيين شبان ومن غير مشكل انه يعني مابقاش يتمشى ولا مشكل انه تقرحه جلديه اللي ولات خطيره العلاج ديالها وكتطلب واحد الوقت طويل جدا اللي غادي ياخذ لنا شهور ست شهور او حتى سنه او اكثر باش يتعالج الاسكار. فما تنصحوش انه العلاج ديالو بسهوله. هادو الناس اللي هما شبان يعني باقيين صغار ما بالك الناس اللي هما متقدمين في السن وعندهم مشاكل صحيه اخرى. دائما ملي كيبان الاسكار فدائما كياخذ لنا وقت طويل العلاج. واخا نستقبلوا دائما المكالمات ديال المستمعين الكرام ونمشيو هذه المره في مكالمه اخرى نستقبلوا معنا ناخذوا محمد على الخط من الحسيمه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله محمد. اهلا اختي بخير لاباس عليك. الحمد لله مرحبا بك. مرحبا سيدي. اهلا وسهلا. عندي واحد المشكل من 2004 ديال واحد كان عندي لي شومبينو بحال لي شومبينو في الرجل وكان كنعطي منهم فقاعات ديال الماء كيعطي الاخر كيتنفخوا ليا وكيعطي فيهم الماء وكذاك الماء كيعطي الريحه ومن بعد داويت عليه. دابا مؤخرا دابا فين ما كنلبس شي صباط واحد المده كتجاوز واحد 3 سوايع 4 سوايع كتولي تعطيني بحال الحكه الجلد ديالي كتعطي هذوك كيرجعوا لي هذوك الفقاعات وما عرفتش اش ندير لهم. ما خليت ما درت لهم ما كاين والو. دوزت عند الطبيب ما كاين والو. نعم. واخا محمد شحال في العمر ديالك؟ عندي 38 سنة. 38 سنة. انا كندير سائق. سائق اييه. واخا واخا محمد شي سؤال لي دكتور الحضري. والحكة تبان الحكة الاخر دابا محروم انا من الصباط. دابا الصباط الا لبست واحد المدة كترجع لي الحالة كما كانت. دابا كنلبسها اغلبية غير الصندالة. غير الصندالة. كتبقى عندي فوق الرجل من الفوق. داك الاخر من فوق الرجل. ايه. واحد الرجل والرجل الاخرى ما فيها والو. نعم. انا حيت ديجا كنت خدام في الغسيل ديال السيارات في لافاج. غسيل سيارات. الصابون هو اللي كان داك التيد اللي كنا كنستعملوا داك الصابون هو اللي كان دار لي داك المشكل. نعم. واخا محمد نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله. دابا المشكل عندك في الرجل اليمنى ولا اليسرى؟ عندي في الرجل اليمنى. اليمنى نعم. واخا محمد بين الصباع والثاني كيكون عندي ديك الفطريات بين الصباع. اييه واخا محمد ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك وشكرا لك تواصلتي معنا من الحسيمه. تفضل دكتور الغيري. ربما هو ماشي في الموضوع. ماشي في الموضوع تماما لان حتى انا ما كنبغيش نتحرج لان ماشي الموضوع ديالي ماشي التخصص ديالي. هو محمد خاصو ربما يشوف الامراض الجلديه. انا كاخصائي في طب المسنين كنتكلموا على موضوع اللي هو معين على التقرحات الجلديه الناس اللي كيفقدوا الاستقلاليه ديالهم. ويعني نتمنى من الله انه يتصلوا بين الناس لان هذا المشكل كثير وكثير وكنعيشوا يوميا 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 وكنحاولوا نواكبوا العدوى. يعني باش اختارينا الموضوع لان بغينا نعطيو نصائح اللي هي عمليه ونعرفوا المرض شنو هو العلامات. انا كاخصائي في طب المسنين هذا ماشي التخصص ديالي باش نتكلم عن مشكل الفطريات او ديال المشكل. شو اخصائي ديال الامراض الجلديه او مشكل عنده مشكل مستوى القدمين يشوف ان بودولوك كذلك ربما مشكل ديال الاعوجاج على مستوى القدمين يتجاهلوا. لكن هذا بعيد عن الموضوع ديالنا اليوم. المساله ديال التقرحات الجلديه دكتور مصطفى الغيري غادي نمشيو هذه المره باش نتكلموا ايضا على المساله ديال التشخيص كيكون سهل. نعم. يعني بدايه من الاول. نعم فهو فعلا التشخيص سهل لان بالتجربه غير بداك الشوفه ديال الجلد تغيير اللون ديال الجلد. نعم. الناس لانه كاين حالات مشابهه لا شنو هي الامراض اللي كتشبه التقرحات الجلديه؟ كاين مجموعه الامراض التعفنيه كاين لي زوسير او المشكل ديال الناس المصابين بالسكري. أيه. كيكون عندهم مستوى كنا تكلمنا على مستوى الشرايين ديال القدمين فكيوقع لهم انسداد على مستوى الشرايين وكيوليو يعني الجلد كيولي يقدر يعني يتبدل الشكل ديالو وكيوليو دي زوسيراسيون اللي هما كيشبوا لي زيسكار يعني كيولي بير دو سوبستونس يعني كاين الجلد كيتبدل اللون ديالو كيولي بحال الشكل ديال ليسكار ولكن المشكل عنده علاقه بالشرايين. لانه كيبان عند الناس اللي عندهم لي ديابيتيك. كاين بعض الامراض التعفنيه كذلك اللي كيعطي احمرار على مستوى الجلد ربما بارفوا يكون غير جوست ان ابسي يعني تعفن على مستوى الجلد. فهادو ولكن في الغالب حنا كنتكلموا على الناس اللي خصوصا المسنين اللي فقدوا الاستقلاليه ديالهم ووقع لهم هادشي مع قله الحركه والخلود في الفراش واحد المده معينه. لكن كيف ما شفتي فعلا كاين بعض العلامات خصوصا كيوقع لنا مشكل عند الناس اللي فيهم السكر. نقول واش السكر عنده علاقه واش المشكل عنده علاقه بالضغط اللي وقع على الجلد
ولا كاين مشكل على مستوى الشرايين. هنا دائما اون سو بوز لا كيسيون كنقولوا واش مشكل خصوصا عند الناس اللي فيهم السكري او عند الناس المدخنين اللي كيدخنوا بشكل كثير كيتصابوا الشرايين ديالهم ديال القدمين. كنقولوا واش مشكل فقط مشكل ديال الاسكار لان كان واحد لا بريسيون على الجلد ولا كذلك وقع مشكل على مستوى الشرايين. هنا كنضطروا نديروا فحوصات معينه باش نشوفوا الشكل ديال الشرايين ديالهم. كنديروا ليكو دوبلير او لارتيريوغرافي يبان لنا العوقه واش مسدودين او لا. نعم ولان الوقايه دائما هي خير من العلاج. دكتور مصطفى دغيا تكلمنا على ممارسات خاطئه اللي كتوقع, شنو هي الممارسات الصحيحه اللي خاصها تكون في الحاله ديال التقروحات الجلديه؟ وهذه مساله مهمه, الجانب ديال الوقايه مهم جدا لان ملي كيبان يعني واحد التقروحات الجلديه في واحد المكان معين هذا الشخص اللي وقع له هذا المشكل راه يقدر يوقعوا مشاكل اخرى في الذات ديالو في اي وقت. يعني يقدر يبان له مشكل على مستوى القدم ديالو واللي ما عطيناش الاهميه وما خديناش يعني ما درناش الوقايه في الوقت المناسب يقدر يبان المشكل على مستوى الحوض او على مستوى الظهر او اماكن اخرى اللي يعني اللي كنقول لسكار ابيل لسكار يعني هي بدات المشكل في مكان معين. فالوقايه مهمه جدا. شنو هي الوقايه؟ الوقايه اول حاجه خاصنا بعدا تكون المحيط العائلي خاصنا نتكلموا لهم ونعطيو الوقت الكافي باش نشرحوا لهم شنو هو المرض وكيفاش كيتطور المرض. لان كنبداو بمشكل وكنعطيو حنا كاطباء اخصائيين كنعطيو يعني الطريق طرق العلاج ولكن كتبقى الوقايه مهمه. شنو هي؟ كنصحوا ان هذا التقلب يعني الشخص يتقلب في ما يبقاش في ميم بوزيسيون في نفس الوضعيه خاصو كل ساعتين حتى ثلاث ساعات نقلبوا المرء على اليمين. اذا نصائحنا دابا راه موجهه لهاد الناس اللي كيكونوا مقابلين الشخص اللي فقد الاستقلاليه ديالو. اما هو راه ما بامكانوش انه يتقلب. ما يمكنش كيكونوا الناس يعني كيف عندهم مشاكل صحيه خطيره جدا. اذا كان مثلا مصاب غير بشلل راه ما يمكنش يتقلب. نعم هو واحد واحد الوقت ديال الهشاشه عند الشخص المسن يعني وقع له واحد انفيكسيون غراف ولا يعني جلطه دماغيه ولا كسور كيف ما تكلمنا الحركه كتولي عنده صعيبه. فهنا هاد لي شونجمون دو بوزيسيون يعني نقلبوهم شويه على اليمين شويه على اليسار ممكن حتى انه يجلس على حسب الحاله ديالو انه يمكن الجلوس فكل ثلاثه ساعات ما يبقاش بنفس الحركه كذلك ما يبقاش نفس الوضعيه عفوا. المساله الثانيه هي كنديروا واحد المطلة واحد المطلة اللي هو خاص الناس اللي عندهم ليسكار او فراش طبي. فراش طبي كاين مجموعه ديال الانواع, كاين الفراش الطبي هوائي, كاين هو فراش طبي مائي, كاين فراش طبي اللي فيه ما كيبقاش في نفس يعني كيكون تغيير في المستويات ولا اكزاكتومون كيتغير كيطلع وكينزل تماما على حسب لا بوزيسيون باش ما كيبقاش الضغط في واحد المكان معين. هاد الفراش هو موجود يعني في متناول الجميع ماشي ما غاليش بزاف خصوصا الفراش الهوائي والمائي فهو موجود بشكل كثير. كذلك المهم انه في الجلد اللي كنتخوفوا انه يقدر يبان فيه مشكل ديال ليسكار او التقروحات الجلديه دائما نديروا شويه ان بوتي ماساج ماشي حتى ماساج كنبيسان فلوراج يعني ناخذوا واحد مرطبات او زيوت تقدر تكون يعني زيوت عاديه طبيعيه او اون كريم اللي كتقدر ديرها له كتنظف له بها بشويه باش الجلد ديالو بحال اللي كان الدم كيسرح فيه بسهوله فهمتي بحال ان بتي ماساج ولكن ما خصناش نضغطوا بزاف لان اللي ضغطنا بزاف واحد الجلد اللي كيكون هش يقدر هو يتجرح ويقدر هو يوقع لنا فيه مشكل. بمعدل شحال من مره مثلا في اليوم نديروا هذه العمليه هذه؟ ممكن نديروا جوج مرات يعني مره حتى جوج مرات في اليوم ممكن يعني فهي يعني الامر الافضل اكثر مره في اليوم. كذلك المساله ديال الوقايه هي مسألة ديال التغذية دائما حنا فهاد كيوقع هاد المشكلة هكا دائما كنشتغلوا كفريق عمل دائما خصنا نشوفوا الجانب ديال التغذية واش الشخص مسين عنده مشكل باش يبلع واش عنده فقد الشهية ديالو واش داك الشيء اللي كنعطيوه ملائي للحاجيات ديالو أولا لا فخص دائما كنطلعوا من لابور كالوري كنطلعوا من لابور ديال لي بروتين ما كنبقاوش هذا في السكر ولا هذا في لاتونسيون ما نحيدوا ليه الملح ونحيدوا السكر ونحيدوا لي بروتين لا هنا العكس هنا خصنا نعتقوه خصنا نعطيوه خصو ياكل مزيان باش يكونوا عنده لي بروتين في الذات ديالو باش ذاك الجلد يطلع بسرعة ويتكون باش يتكون اللي ما كانش لي بروتين في الذات ما عمر الجلد واخا نديروا لي بونسمون يعني احسن بونسمون موجودين في السوق. كان سؤالي على هذه الانواع ديال الضمادات او هذه لي بونسمون اللي كيستعملوهم الكثير من الناس كنسمعوا على واحد النوع اللي كيتسمى من زمان الضماده الخضراء. الضماده الخضراء الكثير من الناس كيلجؤوا ليها. دكتور بدغي في هذه الحاله واش كتنفع ولا لا؟ نعم فهاد الضماده الخضراء كذلك هذه من التقنيات القديمه جدا قديمه جدا كنسمعوها منها فعلا الامور
تخيرات بشكل كثير. نعم. كان كاين الضمادات اللي هي جد ملائمه. أيه. على كاين انواع واشكال على حسب الشكل ديال الجروح اللي نجح. تكلمنا كاين اربعه ديال المراحل واربعه ديال الاشكال ويقدر يكون حتى اكثر، وكل مرحله والضماده اللي كنستعملوا دونك ماشي نفس الضمادات. هاد الفصمه الخضراء اللي تكلمتي عليها هي اللي مثلا عندها ما كتلصقش في الجلد، لكن كاين احسن منها. أيه. وحتى الطريقه ديال التعقيم ديالها كاين شكوك حول هذا البونسمون، ما بقيناش كنستعملوا. فكاين بدائل اخرى دابا. بدائل اخرى فعلا. كاين حتى ملي كتكون الحاله يعني يعني الاجتماعيه كتكون ضعيفه، الشخص ما يقدرش يدير داك لي بونسمون، كنقدروا نستعملوا لي بونسمون فازليني، لا فازلين كنقدروا نديروها. أيه. وملي كيكون الجرح نظيف ما كيكونش فيه مشكل ديال التعفنات او خصو، حيت غالبا كنلتجؤوا لانه ملي كيكون المرحله الثالثه او الرابعه ما كنبقاوش فقط لي بونسمون، كيولي عمليه جراحيه كيديرها الطبيب او كيدير الممرض يعني في, 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 في البيت ديال الشخص او ملي كيكون في المستشفى، كنحيدوا ذاك الجلد اللي هو اسود واللي بدا كيحيد ريحه. ما خصناش نخليوه، ملي كنخليوه ما كنعرفوش شنو وقع لداخل، وكيوقعوا تعفنات خطيره وكيقدر شي كنا يسرح بسرعه. فهنا كيكون هاد العلاجات كتكون ملائمه بادويه اللي هي مناسبه ولي بونسمون اللي كيكون مناسب. الوغ المساله اللي قلنا تكلمنا على لي زونتيبيوتيك، ماشي ولا بدا لي زونتيبيوتيك، شحال مره كنلقاو لي زونتيبيوتيك ما خصناش نديروهم. كذلك باش كنظفوا، شحال مرة كنشوف الناس كيستعملوا داك لي زونتيسيبتيك معروفين، واحد المجموعه ديال لي زونتيسيبتيك، حنا كنفضلوا نخدموا فقط بلو سيروم فيزيولوجيك، يعني الماء اللي فيه الملحه. نعم. ما كاينش محس منه، ماشي ولا بدا دي غون ستيريل، لا دي غون جوتابل، يعني دي غون اللي موجودين في الاحسن الانسان ما يكونش ما يخدمش يبدا يدير دي غون. دي كومبريس من الاحسن يكونوا ستيريل، يعني داك الفصمات، ولكن ما يستعملش بحال لوكسيجيني ولا يستعمل لا بيتادين ولا يستعمل لا امور ديال ديزونتيسيبتيك، هادو ما كاينلاش، كنستعملوا فقط لو سيروم فيزيولوجيك، وكنديروا لو بونسمون اللي كيناسب كل جرح والبونسمون ديالو. هو اللي كنسميوه ماد البحر. وكيتكيب الصيدليه فعلا ماد البحر. وكاين الناس ربما اللي كيجتهدوا دكتور دغري وكيصايبوه بوحدهم بالماء مع الملحه، هذا واش صالح ولا لا؟ هي هو هادو يعني حتى الثمن ديالو في المتناول، يعني ما كيفوتش 20 درهم يعني في الكون ديال 500، وكيكون ربما على سبخاي او رشاش سبخاي، ولا كاين حتى ساهل حتى في الاستعمال، يعني موجود ما كاينش، يعني ماشي من الاحسن ان حتى الماء ما كنلقاوش بعض المرات، حاله كتكون اجتماعيه خاصه. ولا باش نعرفوا راه كاينين الناس مثلا اللي كيسبغونا دابا راه في مناطق نائيه صعيب، هاد المواد اللي حنا متوفره عندنا وكنلقاوها عادي في المدينه هما راه ما عندهمش. سبحان الله، يعني الماء يعني الماء راه الانسان ما يتخوفش منه. يعني واخا الماء ديالو بارفور، انا شحال مره يعني عالج لي زيسكار بالماء ديال الروبيني، ديال الروبيني، ديال الروبيني، ما بقيتش استعملت الماء الروبيني لان الماء ما نتخوفوش منه. فوقاش كنتخوفوا الماء ملي كنخوف ما يكونش يعني ربما الماء ديال البير او ما يقدر يكون ما معقمش او بعض الحالات ماشي ما يعني ما كيخلقش مشكل. واخا غادي ناخذوا معنا مصطفى من وزان، وكنتمنى على انه يكون في الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم. اهلا وسهلا بك مصطفى. مصطفى اول حاجه رجاء بعد على الراديو لانه الصدى ديال الصوت كيرجع، وما تخيلش شنو كيعمل في الاذنين ديال كل واحد فينا. اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. دكتور لاباس كي دايرين بخير؟ مرحبا سيدي، اهلا وسهلا. الله يرحم والدين، حتى انا عندي السكر وما كنمرضش. نعم. دابا بغيت نعرف زعما الوقايه من هاد المسائل هادي. نعم. شحال السن ديالك سي مصطفى؟ 56. وكيفاش ما بقيتش كتنوض وقعت شي حادثه سير ولا شي مشكل صحي معين؟ انا عسكري نضرب في الصحراء وعاود كضربت خصني واحد الطوموبيل، وهذاك هو السبب اللي ما بقيتش كنوض. دابا ما كنوقفش، عندك شلل؟ كنقلب ونتحرك، ولكن باش نوقف ما كنوقفش. وسي مصطفى دابا انت كتستعمل كرسي متحرك؟ ودابا حتى الكرسي المتحرك ما بقيتش كنستعملو على حسب. انا طرت من تحت ما كنقدرش باش نجلس على الكرسي. أيه. ما كاينش شي اثر مثلا اللي كيبان، ولكن فيت الافكار فيا اللي كانوا قدامي. دابا هذه 4 سنين، دابا كملت 4 سنين من اللي وقع لي هذا المشكل. نعم. دابا حاليا كتقدر تجلس، ما كتبقاش ديما غير نعاس، يمكن لك تجلس، يمكن لك تقرب. لا ما كنجلسش، انا دابا تنعس على ظهري، ما كنعسش، راني على كرشي هادي دابا 3 سنين. نعم. والجنب ديالك يمكن لك تنعس على جنبك، ولا حتى هو فيه مشكل ديال التقوحات؟ حيت انا السكار عندي السكار في الحوض. الحوض؟ وعندي في الجنب من هالجهه ومن هالجهه. ودابا عاوتاني حتى ركابي، حيت ركابي دابا هذه مده، وهما دابا بقاو اللي كنسمع من
اللي عندكم على حسب هذا الحمرار اللي كيبان. نعم. عندي في الركاب دابا يلاه بدا دابا هذه الشهرين. نعم سي نعم. نعم. كتحس بشي الم سي مصطفى عندك كتحس بشي الم من هذا الالم؟ انا شنقول لك انا ماشي على الالم انا ما كنعاش. نعم نعم. كنعاش على حسب انا كنت مهرس بزاف ديال الهرسات 10 الهرسات. نعم. ودابا رجلي ما كيتناوشي بجوج. على حسب من النهار اللي تبليسيت. وهذا الرجل ديال اليمنى عاوتاني حتى ضربتني الطوموبيل عاوتاني كملت عليا. نعم الحادثه وقعت لك في نفس الرجل اللي كنتي تصابيتي فيها؟ لا لا الحادثه هذه اللي وقعت لي الاخريه وقعت لي فيهم بجوج. بجوج الحادثه الاخريه الحادثه الاخريه هي اللي تهرست 10 الهرسات. ايه واخ. اما الاولى هذا كنت مخرج عنده قرطاس وثاني تهرس. نعم. ودابا اللي بغيتوها هي النمر ديال التليفون ديال الدكتور الله يحفظك على حسب. كل فرح اسيدي. واخا. الله يرحم الوالدين. العفو هذا واجب السي مصطفى. يمكن لك تصيفط لي حتى الصوره السي مصطفى يمكن لك تصيفطهم لي باش نشوفهم ديال هاد لي زيسكار باش اللي كان شي نصائح. سمعت شنو دكتور؟ الصور ديال هاد لي زيسكار اللي عندك نبغي نشوفهم. يعني الصور المكان فين عندك لي زيسكار او هاد الحميرار او هاد نبغي نشوفهم باش اللي كاين شي نصائح من ناحيه الضمامات اللي نقدروا نستعملوا. واخا دابا هاد هما هاد لي سكار اسمح لي لا طولت عليك. مرحبا. هاد لي سكار اللي هما عندي دابا اللي عندي في الحوض. نعم. واللي هي عندي في واللي هو عندي في الجنان. الوك ديالك نعم. هادوك دوزت واحد المده طويله دوزت عامين وانا كنداوي فيهم. وملي كنت نعس في السبيطار ديال العسكر بحال اللي هما قطعوا ياسم مني بان هذا صافي ما غيرتحش بالنسبه للسكر. كيجيو كيضربوا بيا الاطباء بحال هكا وكيعطيو اتساع كتجيهم ديك كتجيهم الريحه ديال صافي. نعم. كتعطي الرائحه. نعم. الرائحه بزاف. واللي دابا اللي كيقرب ليا هو اللي ما كيفهمش اللي كيكون مثلا عجا ولا نعم. ولا فيه ما عندوش تجربه ديال لان راه طبيب. نعم. اما نعم. اللي هو مثلا كيشم الريحه راه كيمشي اتساع. نعم. نعم. كيديروا ديك حتى هذوك اللي كيديروا لي السوان. نعم. كيديروا لي ديك السوان بحال اللي شنقول لك راه كيدوزوا الوقت وصافي. نعم. ما كاين حتى شي حاجه. سي مصطفى سي مصطفى غنشكرك بزاف لانك نعم. تواصلتي معنا. شوفوا في اي مجال ما نساوش راه كيكونوا ناس اللي عندهم ضمير وكيشتغلوا بمهنيه في اي مجال مشيتي ماشي فقط غير في القطاع الصحي. انا غنشكرك بزاف السي مصطفى. نعم. وانا من خلالك غنحيي كل الناس اللي في سبيل الوطن ديالهم لانه اقل حاجه ممكن نقدموها لهم دكتور ودغيري. نعم. على الاقل غير ديك الراحه. نعم. غير الراحه في العلاج لانه الانسان يكفيه ربما فقد الاستقلاليه. شوف سبيل الوطن فقد الاستقلاليه ديالو تعرض للضرب طبعا بالرصاص وكيدافع على الوطن ديالو اليوم هو مقعد. فعلى الاقل شوف السي مصطفى انا راه دونت الرقم ديالك. شكرا للمجدولين على من ادريسي لانه طلبوا منا باش تعطيني الرقم ديالك. ها هو دونته وان شاء الله من بعد الحلقه نتواصلوا معك ونعطيك الرقم الهاتفي ديال الدكتور مصطفى الودغيري. ها هو رحب انه ممكن ومستعد انه يتواصل معك. وكيف مطلب منك صور هذوك التقرحات باش يعرف حتى اش من مرحله وصلتي غتصورهم. انا غنعطيك الرقم الهاتفي الخاص به تواصل معاه مثلا في واتساب او لا. نعم. وهكذا ان شاء الله يكون خير السي مصطفى. وفي وزان تواصل معنا من وزان. نعم. نعم. شكرا لك السي مصطفى بزاف تواصلتي معنا هذا الصباح. تفضل هو في الموضوع دكتور الموضوع. نتمنى نعم. انه السي مصطفى يتصل بنا في الاول. نعم. لان شوف غير الكلام ديالو يعني شوف سبحان الله كتحس بواحد الشخص ادى واحد الواجب وطني اكثر. نعم. من اللازم. وشو وصلني وصل للمستشفى ربما النظره ديال الاخر داك النظره ديال الاخر اللي ماشي في المكان ديالها. يعني لان فعلا حنا تكلمنا على وانا يعني انا اليوم نتكلم على الموضوع اقترحته عليك اخت عفاف لان فعلا نفس الشيء وقع لواحد السيده باها عنده نفس المشكل. تصور كتعيط لبعض الممرضين غير كيدخلوا غير كيشوفوا كيقولوا اسمح لنا كيتهربوا ماشي لانه ما باغيش يشم هذيك الرائحه لانه الانسان وصل لمرحله التعفن والرائحه عطات في وهي راه مساله عاديه. هذا راه واجبك انت كطبيب لانه ربما دكتور ودغري في التكوين لما كنتوا كتاخذوا راه عارف الانسان غيوصل لهذه المرحله. هذا المشكل اخت مع الاسف مع الاسف والقسم ديال الطبيب اللي كيتأدى كواجب انساني. لا شوف هو فوق طاقتك لا تلام يعني كاين مجموعه الاطباء مجموعه الممرضين ما خدوش التكوين خاص بهذا الشيء ديال الاسف واحد جي ديال الاسكار ربما شافوهم في المستشفيات وكاين التكوين خاص وعمل يومي يعني ما يفو با فور بور ما خصناش نتخوفوا. حنا كاطر صحيه خصنا في الاول كنا كنتخوفوا على الشكل ولا كلشي تخوف دكتور ودغري شكون غيعالج هاد الناس. من بعد فعلا الناس فعلا هادشي اللي كاين فمن بعد ملي كنوليو نهتموا بالموضوع ونبحثوا فيه وعاد بالتجربه وداكشي كنوليو العكس حنا كنمشيو نقلبوا على هاد المشاكل لان كتحس انك
تأدي واحد 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 الوظيفه مهمه, واحد الواجب مهني, انسان يقبل يكون مهني تماما. فهنا اللي بغيت نقول انه السي مصطفى يعني من غير المشاكل ديال التقوحات اللي عنده, من غير المشكل ديال الالم اللي كتحس به, كاين كذلك مشكل ديال المعاناه اللي هي نفسيه, لان فقد الاستقلاليه ديالو, حس براسو في المرحله انه بحال يعني ما بحال غير زايد ما كيهتم به حد. وان شاء الله انا بغيت غير نقول سي مصطفى انه الوطن الحمد لله ما عمره ما كيخدمنا نهائيا, فكاينين الناس نعم, وحنا غير الاشاره. فهنا خصنا نهتموا بجميع, هو تكلم على الوقايه, نبقى مع الاتصال باش نعطي مجموعه ان شاء الله. مشكوره دكتور, كذلك حتى من ناحيه العلاج, حتى حتى من ناحيه النفسيه, ولا بالتخصص مواكبه وما حتى بعد الادويه اللي غيساعدوا. هذا هو سي اون بريزون شارج جلوبال. اللي بغينا نرجعوا ليه في الاخر ان هذه العنايه كتبدا بالوقايه بالنسبه للتقوحات, ولكن حتى من ناحيه العلاج هو علاج اللي كيدخل فيه الطبيب المختص الممرض اللي كيفهم في هذا المشكل ديال الاسكا, الاخصائي في التغذيه, المروي الطبي, المواكب النفسي. فهنا مجموعه ديال الاختصاصات اللي خصنا ندخلوا اللي يدخلوا باش نلقاو واحد نوصلوا واحد النتيجه. وربما مساله اخرى ايضا مهمه بزاف دكتور ودغيري, هو الانسان اللي كيكون مقابله في الدار, ربما حتى هو كتعطيه مجموعه ديال النصائح. تمام اختي فادي, نقطه مهمه اشرتي لها, لان في الاخر شكون اللي كيبقى مواجه مع المريض؟ هو 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 العائله. نعم, تقدر تكون الزوجه, تقدر تكون الام, تقدر تكون الاخت, الاخ, البنت, او فقدر يكون اي واحد اللي هو وكيتلقى واحد واحد لقيت راسو يعني عاجز, ما قادر يدير والو, يعني ما حتى حد ما باغي يعالجو, هو ما عارفش شنو يدير, كيشوف الشخص قدامه واحد يديرو كالضهوة. يعني مرينا بحالات كثيرة في عبر يعني الحالات اللي كنشوفو يوميا, وحتى بالنسبة للعائلة شفنا حالات, فكتلقى يعني ملي كيبان لي سكار, ملي كيبان المشكل هذا بحال كلشي كيحط يده, وهي لا يعني شحال من واحد كان عنده مشكل ديال الثقة, واحد جدي وعندها أمثلة كثيرة وتعالج وتعالج ولا عادي, يعني أمثلة كثيرة, ولا الشخص اللي تعطاته العلاجات المناسبه, ولا في الحاله العاديه ديالو. غنشكرك بزاف, للاسف الوقت داهمنا دكتور مصطفى ودغيري, ربما مازال نخصو جزء اخر لهذا الموضوع ان شاء الله, ونتكلموا على الكثير من النقاط. بغيت نقول مصطفى من وزن على انه راك فخر لبلادنا, ربما هاد الناس دكتور مصطفى ودغيري جزء من الامل اللي حنا كنعيشوا, والانسان كينعس وهو مرتاح في داره بفضل هاد الناس اللي ربما هو اليوم مصاب وهو مقعد دفاعا على الوطن. فان شاء الله الوطن ديالك عمره ما غيخد لك السي مصطفى, حنا معاك انا ان شاء الله دابا مباشره بعد هذه الحلقه غنتواصل معك ان شاء الله, ونعطيك الرقم الهاتفي الخاص بالدكتور مصطفى الدغيري. اليوم وسيله سهله ممكن انك تتواصل من خلال واتساب, صور التقروحات اللي عندك كيف ما قلت باش يعرف اش من مرحله وصلتي ليها, وان شاء الله يوصف لك العلاج المناسب. شكرا لكل المستمعين الكرام اللي كانوا معنا في الحلقه ديال اليوم من خلال برنامج الصحه والسلامه, وغدا ان شاء الله غادي يكون موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون, شكرا لصابر فوندا, وايضا المجدولين علما الادريسي رفقا من في إخراج وسامحة الشبي, مشكورة كان في استقبال مكالماتكم. بقيت أوقات طيبة وممتعة, قضوها دائما رفقة برامج الإذاعة القريبة منكم من راديو. إلى اللقاء.